عليكم نبدأ. داكوغ، ماشي مشكل مع الكونيكسيون. يلا سيدي، نمشيو للتمرين الاول ديال لاكوز اللي عندكم في الورقه ديالكم. غادي نصاوبو التمارين ديالو، نصاوبو جمله بجمله. اشاك فوا غنرجع له باش نشوف اشنو كتقولوا ليا في لي كومونتير ديالكم. نبداو بلا بروميير فراز. الوغ لا بروميير فراز هي كالتالي، هادي شوف كلشي معايا داكور. لا بروميير فراز اللي غنشوفو الجمله الاولى، يلا نبداو بها. عندنا nous l'avons élu comme chef parce que nous avons confiance en lui. هادي هي الجمله الاولى ياك. الوغ بالنسبه لهاد الجمله هادي، طلبوا منا نديرو ناخذوا لا فراز ديال لا كوز. يعني شنو غنديرو حنايا؟ هنايا غادي نقلبوا على الجمله اللي فيها ليكسبرسيون. نشوفوا لا بروميير فراز داكور، غادي نشوفوا لا بروميير فراز اللي عندنا، نشوفوا الجمله اللي فيها لا كوز باش غنعرفوها. كاينه واحد ليكسبرسيون حنا خاصنا نكونوا حافظينها اللي هي باغسكو، وغنجرو من باغسكو حتى الاخر ديال الجمله، وغادي نكتبوا التصحيح ديال الجمله الاولى باغسكو داكور. Nous avons confiance en lui. Hadi, le jumelé oula. Alors, galé kassidi, attendez, l'expression diala. L'expression, il y a parce que. Il y a parce que. Il y a parce que. Parce que. Parce que. Parce que. Parce que. Ça fait. Hadi, bensba, le jumelé. الاولى. دابا نشوفوا الجمله الثانيه. الوغ نشوف واش كاين شي كومونتير. فوالا مزيان. نشوفوا دابا الجمله الثانيه، عندنا هذه الثانيه. كوم جيتي فوتيف جي بريزونتي دي زيكسكوز ا مون فوازان. هنا لا فراز اللي فيها لا كوز هي رقم واحد، لان باش كتبدا باش بلاكسبرسيون اللي هي كوم. كوم كما كتعرفوا كاينه كوم ديال لا كومباريزون وكاينه كوم ديال لا كوز. باش نفرق بيناتهم، كوم ديال لا كومبارزون لي هو التشبيه كتكون وسط الجمله، و كوم ديال لا كوز كتكون في راس الجمله. اذا لا فراز لي فيها لا كوز هي كوم جيتي فوتيف. غنبقاو تنكتبو تنحبسو في الفاصله، وغادي نكتبو في الجمله الثانيه كوم جيتي فوتيف. هادي هي الجمله اللي غادي نكتبو. ليكسبرسيون لي فيها ديال لاكوز هي هادي، غنعاودو نكتبوها هنايا كوم. صافي واضح. سمحوا ليا كتبطح ليا الكاميرا. اتمنى حتى هي كسات ليا النهار، موالف كنصور بها يعني ما كاينش المشكل. اليوم ان عكسنا اوكوك صافي. هاد الدرس هو ديال لاكوز، راه هي مكتوبه. هذا عباره عن تمارين، الدرس راه دار في لي فيديو. هذا عباره عن ريفيزيون ديال ليكزامان نورماليزي، وكنبداو باول درس اللي هو سميتو ديال لاكوز داكوغ. مرحبا، ما كاين حتى مشكل. مرحبا، نشوفو دابا الجمله الثالثه. صافي الوغ جيسبر ان هادو يكونوا عندكم صحاح. نشوفو الجمله الثالثه، نخليكم باش تكتبوا التصحيح باش تقيدو، ودون تو لي كار اللايف غادي يبقى مسجل. لا ثوازيام فراز اللي هي هادي، في ديالت في كو. هاد الجمله الثالثه، في كو tu es là. الوغ سمحوا لي راه لي كومونتير ما كنشوفهمش، حتى ابري كنعاود ندور باش نشوفهم. في كو tu es là reste dîner avec nous. الوغ في كو tu es là reste dîner avec nous. لا فراز اللي فيها الجمله ديال ليكسبرسيون ديال لا كوز هي في كو. هنا غنكتبو هنا في كو، ولكن الجمله هي في كو tu es là. وغادي نكتبو هنايا الجمله الثالثه، في كو tu es لا. الوغ هاد في كو دايره بحال كوم، في كو كتكون في راس الجمله.
vu que هاي ديال الاكسبرسيون اللي عندنا هنايا بحال بحالكم كنستعملوها في راس الجمله في لاكوز عمرها كتجي في الوسط داكور نشوفوا دابا لا فراز 4 لا فراز 4 عندنا هاي هنايا attendu que l'enfant est mineur il a été placé sous la tutelle de son oncle alors la phrase li fiha la cause الجمله اللي فيها لا كوز هي الاولانيه باش كتبدا كتبدا ب attendu que ou attendu que هي expression ديال la cause وحتى هي بحالها بحال vu que بحالها بحالكم كتكون في راس الجمله وغادي نكتبوا التصحيح ديالها attendu que attendu que l'enfant est mineur attendu que l'enfant est mineur ou l'expression dial la cause là il a dit que l'oulania il a attendu que نتمنى ان هادشي يكون عندكم صحيح alors نشوفوا دابا مزيان برافو مزيان ما عندي ما نتسالكم لا ما نخافش عليكم خافش عليكم راكم vous êtes capable قادرين مزيان نشوفوا دابا جيسبر تكونوا دخلتوا هادو نشوفوا دابا لا فراز 5 لا فراز 5 لا فراز 5 étant donné que alors عندنا فيها étant donné que les réparations sont en cours le musée sera fermé au public du 10 au 30 avril Hena, la phrase li fiha la cause hiya étant donné que, hit l'expression ديال la cause hiya étant donné que, ou ghadi nktbouha hatta l'fasila, lma baqi katkoun fi l'jumla tanya, ou ghadi nktb étant, ana ma ghanktbhach koulla bach ma tchdliash l'waqt, ntouma ghadi yban likoum, étant donné que, ghadi tktbou min que hatta l'fasila, li hiya smitou en cours, safi, hatta en cours. Du coup, là, la phrase dit la cause. L'expression dit la cause, est étant donné que, ou qui fait cliquer, étant donné que, bhal ha bhal comme, bhal ha bhal vu que, bhal ha bhal attendu que. Htamatikouno, phrase le jumla. Ça fait? Voilà, rapida. Je vais vous chauffer. Je vais vous chauffer. Eh, Inch'Allah. انت غيكون لايف انا مازال بديت الدروس الاول مره كنشوف اللايف اللايف غادي يكون غيبقى يكون ابتداء من 10 ليلا كل نهار ان شاء الله غادي نديروا لايف صافي حتى تو كندوزوا ان شاء الله الجهه ديالكم بالتيسير والتوفيق ان شاء الله يا ربي شكرا بارك الله فيك ربي يخليك بنتي الفقره ما فهمتهاش اشناهي اخر فقره ما فهمتهاش ما فهمتش واش كتهضري على الجمله الخامسه الا كانت هي نعاود نشرحها لك بالنسبه لا فراز 5 كيفما شفنا هنايا لا فراز 5 انا ما باش نكتبها كامله حيت طويله بزاف الجمله انا جبت لكم قلت لكم غتكتبوا من ايتون دوني كو حتى الفاصله حتى الفاصله دائما في لاكوز عقلوا على القضيه هذه في الدرس ديال لاكوز ملي كتكون الجمله ببديه بالاكسبرسيون ديال لاكوز كتبقاو تابعين حتى كتشوفوا الفاصله كتحبسوا هذيك هي الجمله الاولى صافي جيسبر انك تكوني فهمتي جيسبر انا نكون فهمت السؤال ديالك La phrase 6. Elle sort chaque soir sous prétexte qu'elle suit des cours d'informatique. Elle sort chaque soir sous prétexte qu'elle suit des cours d'informatique. Ana di عرفت راسي ما خدمتش معكم لا نتوما لا تلمدي في القسم علاش حيت ما بغيتكمش تستعملوها انا بعدا غنجيب لكم الجمله ولا اكسبرسيون نقول لكم ابري علاش alors la phrase اللي فيها la cause هي اللي وسطانيه sous prétexte qu'elle sous prétexte qu'elle suit des cours d'informatique. La dire jumla li fiha la cause. D'accord? Ou l'expression dire la cause li kayna hna hiya sous prétexte que. La dire l'expression dire la cause. Hadi, علاش ma khdemtach معاكم? Hit sous prétexte que هي كتبين على واحد لا كوز اللي هي فوس ما معناها يعني كوز لي سبب لي هويا ماشي سبب حقيقي 100% هذه المعنى تاع هي بحجه يعني شي واحد ماشي بصح لي مريض مثلا تيقول لك اي ني با فوني شي موا ما جاش عندي سو بريتيكست كي لي تي مالاد يعني بحجه انه مريض
وانا تنقول مع راسي فهمتوني يعني انا عارف بانه ما مريضش وانا هادي راه كتبت سو بريتكست كو يعني سبب خاطئ يعني باش يوهمني بانه راه كان مريض علاش حيت في الامتحان الجهوي الامتحان الجهوي ملي كيعطيك واحد جوج الجمل تيقول لك عبر على لا كوز هذاك الاستاذ اللي حد ديك داك السؤال راه ما بغاش منك تحط لي هاد ليكسبرسيون سو بريتكست كو حيت السبب اللي عطاك هو في الجمله هو سبب حقيقي يعني وقع اما اللي قلت ليه سو بريتكست كو غيكون جمله خاطئه عندك غير نتوما علاش انا درتها معكم حيت ما ربما في الامتحان الجاوي ما تعرفوا يقولوا لكم جبدوا لي من النص اون اكسبرسيون دو كوز وهي نتوما قدامكم هذه هي اللي كاينه حيت في الامتحان الموحد الاغلبيه الاوقات كيعطوكم مثلا جبد لي هذه ولا هذه ولكن كتكون منها حاجه واحده يعني الدور ما تلقاش على اخرى بحالها شبيهه الوغ بغيت يقول لك مثلا في النص لقيتي سو بريتكست كو جبدها ليه ولكن ما ننصحكمش نهار الامتحان تستعملوها نهائيا وابدا استعملوا هادو اللي تيكونوا اللي معروفين حيت دوك كنستعملوهم مع لا كوز الحقيقيه صافي نمشيو دابا الجمله رقم 7 نشوفوا بعدا شنو الا كان شي مشكل الوغ داكو انا درتها معكم والله بنتي هند ما بقيت عرفت انا راه تلف ليا كلشي مع القسم عندي ما درت ما خدمتهاش هذا بنتي الدرس ديال لا كوز داكو هذا الدرس ديال لا كوز نقاد شويه السبوره هنايا فوالا نمشيو دابا لا فراز 7 puisqu'il pleut mais ton imperméable اخر جمله puisqu'il pleut mais ton imperméable alors الجمله اللي فيها لا كوز هي نديرو ندير ماجيسكول حتى من بعد سميتو puisqu'il pleut هذه هي الجملة اللي فيها لا كوز puisqu'il pleut ندير فاصلة غنحبس في الفاصلة ليكسبرسيون ديال لا كوز هي puisque ممكن ديرو هكا حيت كاينه على حساب لابوستروف ممكن تضيف ليها او ديالتها ماشي مشكل حيت حنايا يعني اش درنا راه غير حيدنا او باش ما يكونش داك باش ما تكونش داك الثقل داكو الوغ puisque كيف ما قلت لكم حتى هي اون اكسبرسيون ديال لا كوز اللي هي ممكن تكون يا يعني اما في القدام ديال الجمله يا اما في الوسط ولكن تتدي مع جمله لا كوز بحال دابا هنا شنو عندنا هنا puisqu'il pleut mais ton imperméable ممكن نقول هكا او ممكن نقول العكس نقول mais ton imperméable puisqu'il pleut فهمتوني شنو نقول لكم يعني puisque كتدي مع جمله تاع لا كوز فين ما مشات ما كتمشيش غير بوحدها صافي الوغ تنتمنى ان التمرين الاول تكونوا يكون عندكم صحيح وتكونوا فهمتوه مزيان ان شاء الله دابا غندوزو للتمرين الثاني نشوف بعدا لي كومونتير الدروس الدروس لا ساليناهم سالينا الدروس دابا حنايا راه كنديرو غير المراجعه ديال الموحد فاطمه يلا بديت الفرنسيه واش كاين دروس في الصفحه ديالك عندي دروس في لاباج عندي في لاباج فيسبوك لا ما عنديش انا عندي في قناه اليوتيوب يلي فاش كاينه فيها فاش كاين فيها سميتو حتى الابخي ديك الساعه ملي غنقرا لي كومونتير ديك الساعه اللي بغاها غادي نسخط ليه سميتو القناه ديالي انا واش كاينين الدروس صحه ديالك لا ما عنديش فراس سميتو مزيان يلا سيدي نمشيو برافو عليكم دابا غنمشيو للتمرين الثاني التمرين الثاني عندنا فيه املاء الفراغ التمرين الثاني فيه املاء الفراغ كاينه ا كاينه بي وكاينه سي دي او داكو الوغ هنايا طلبوا مناش قال لك في السؤال قال لك كومبليت كومبليت داكوغ افيك ليكسبرسيون دو كوز كي كونفيان يعني غتكمل بالعباره ديال لا كوز المناسبه اللي لاحظتوا شوفوا الفراغ مره كاين الفراغ في الوسط مره كاين الفراغ في راس الجمله يعني ماذا يعني انتم واش خاصكم ديروا هنايا ماشي غير انا نجيو ندير لا عندي دي زيكسبرسيون اللي انا شفتهم في الدرس اللي كيداروا في راس الجمله وعندي دي زيكسبرسيون اللي كيديروا وسط الجمله داكو مثلا بالنسبه لهادي عندي بزاف ديال زيكسبرسيون اللي كيديروا وسط الجمله انا غنحطو لكم كاملهم واللي دار فيكم اي وحده فيهم راه صحيح 100% نمشيو مع لا بروميير فراز لا بروميير فراز شنو فيها كريم مارش لونتومون الى فاتيغي هنايا مادام انه الفراغ في وسط الجمله انا قريت واحد ثلاثه تيكونوا في الوسط يا اما كار يا اما باسكو يا اما بويسكو وغادي نكتب هنايا يا اما غديروا كار اذا درتوها صحيح درتو puisque ولكن حيدو ديك لابوستروف ماشي مشكل راه ما كيحكروش فيها يا اما ندير باسكو هاد باسكو ردوا لها الباء كاين اللي كيغلط وتيلصقها كامله وكاين اللي كيقدر كيفرقها على ثلاثه
Alors, le bal parce que, parce que, parce que. Ça fait, hado, هما اللي ممكن ندير في, 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 في وسط الجمله هادو فقط الاخرين لا لي داركم في كو اتوندو كو راه خطا نمشيو للجمله الثانيه الجمله الثانيه لاحظتوا الفراغ فين كاين الفراغ كاين في راس الجمله اذا هنايا ممكن ندير يا اما هاد بيسكو او بيان سور نحيد ليها او حيت بيسكو بو يا اما ندير بيسكو ولا ندير في كو ولا ندير كوم ولا ندير حتى اتوندو كو هادو كلهم ممكن صحيح ونقدروا ندير حتى باش باش ما يكونش داكشي مزاح عندكم باش تكونوا متيسين مع راسكم تعرفوا واش كتكتبوا يا اما ندير كوم في كو بويسكو اتوندو كو يا اما ندير كذلك اتون دوني اتون دوني كو هادو كاملهم تيكونوا في راس الجمله اي وحده من هادو درتو صحيح نشوفوا دابا سي سي حتى هي عندنا في وسط الجمله عندنا الفراغ اذا غنديروا يا اما كار كيف ما شفتوا قبيله يا اما عندنا يا بويسكو يا اما بويسكو يا اما باسكو جيسبر ان هاد لوي يبان لكم سينو غندير لك حل داكوغ كي اللي غادي يقدر يعمل من هذا نشوفوا لا فراز دي لي زانديان غرامبي لونتومون حتى هي الفراغ كاين هنا يعني ممكن ندير تايا فيها نفس الاجوبه كار بويسكو ولا باسكو نمشي دابا لا فراز او الفراغ تاعها كاين الفراغ ديال او الى لاحظتوا كاين في راس الجمله هنا غنعاود ندير هادو يا اما غندير puisque bien sûr on dit la majuscule ou là étant étant donné que هذه الدرس هذا باش زوين ما كتبدلش فيه لو طون ديال لا فراز يعني كيبقى كيبقى كتبقى الجمله لو فارب كيبقى بنفس ما كيتبدلش ليه لو طون ديالو vu que كاينه apostrophe voilà vu qu'il انا ندير bien sûr انا ندير apostrophe حيت كاينه il vu qu'il puisque étant donné qu'il ou là comme ou là attendu qu'il est on a vu que là on a attendu qu'il est d'accord c'est le deuxième exercice d'abord on va voir l'exercice tête là on va voir l'exercice autre ici on va voir l'exercice le but la cause باقي عندي الجمل مثلا شنو ساليتهم نشوف دابا واش كاين شي كومونتير كاين شي مشكل فوالا كلشي مزيان شي مزيان 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 مرحبا صافي دابا نحطها لكم راه هي هادي الورقه اللي حطيت في الواتساب راه هي هادي مزيان المهم مي يكون عندك اغلبيه صحيح راه مزيان مزيانه 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 باسكو وضعيه او المقوله ما فهمتش انا هذه الوضعيه المقوله عاودي شرحي ما فهمتش شنو نوضعوا المضيه غير بشويه عليك ما تعصبي ما تعصبي والو اللايف راه غيبقى مسجل ان شاء الله وغادي يبقى في فاسمتو غادي يبقى في الفيسبوك لاباج فيسبوك والا خاصك شي حاجه شي ديري شي كومونتير ونعطيك شنو كاين باسكو اي باسكو من الاحسن بويسكو فاطمه ممكن تكون وسط الجمله ولكن تدي معاها الجمله ديال لاكوز يعني ماشي تعبي بها كيف ما بغيتي نو الا الجمله اللي فيها لاكوز كاينه في الاول وبدي معها بويسكو ديريها معاها ولكن مثلا بدي الجمله اللي فيها لاكوز هي الثانيه دي معاها الجمله بويسكو وي كتكون برافو فوالا حيت ما فيش الكونجيغيزون هند لا بنتي انفاس ما تقطعش اللايف ها وحنا خدامين دابا وعليكم السلام طالبه هي ان شاء الله صافي يكون يعني خديجه فاتح غادي نخلي اللايف سميتو نخلي اللايف مدير
Étant donné que رجاء المنصوري كتكون في رأس الجملة بحالها بحالكم بحالها بحال في كو. لا ما تقطعش اللايف. بالنسبة لآه إلا أنت وحدة في الله أمالي، شوفي ليكسبرسيون اللي خدمتي إلا كتكون في الوسط حيت هما كلهم عندهم نفس المعنى ملي كتديري، ولكن خاصك تفرقي بين اللي تيكونوا في الوسط واللي تيكونوا في رأس الجملة، فهمتيني؟ اللي تيكونوا في الوسط راه باينين، اللي تيكونوا في رأس الجملة راه باينين. داكو نشوف دابا التمرين. نكمل بلوتو نكمل حيت راه شحال باش انا واش كملنا في الورقة. باقي في التمرين الثاني لا فراز دي ولا فراز او، لا فراز دي ولا فراز او. بالنسبة لا فراز دي هنا جي دوني ان كادو. لا سمحوا لي لا تخربقوا لي، هذا سي لو بوت. واخا نقلب، سمحوا لي نقلب على لاكوز، على الجملة اللي فيها لاكوز. الفوتوكوبي عندي بحال كومبليت باغ ليكسبرسيون دو بوت. نشوف ها هي، نشوف واش هي هادي. لا ماشي هي هادي، انا راه خوت الوراق عندي ما بقيتش سميتو خش شاده الحساب. هو هذاك هذاك ماشي جدول اكسبريم لا كوز. فوالا ها هي. دابا غنمشيو للتمرين الثالث. نمشيو دابا للتمرين الثالث. Les filles expriment la cause. Nous chauffons la première phrase. D'accord? Alors, la première phrase. Je nous donne la première phrase. La première phrase, il y a « J'ai renoncé à mon voyage. Je n'ai pas d'argent. » Alors, cette phrase que vous avez vu, c'est qu'elle va vous faire la cause. Alors, avant de vous faire la cause, nous chauffons la phrase qui fait la cause. Il y a une phrase qui nous fait la cause. « J'ai renoncé à mon voyage. » Même là, il y a un trajet à la safar d'yali. الجملة الثانية جو ني با دارجون، يعني ما عنديش الفلوس. إذا في نظركم شنو هو السبب اللي خلى هاد السيدة هادي أو هاد السيد يتراجع على السفر ديالو؟ هي أن ما عندوش الفلوس. إذا لا كوز كاينة في الجملة الثانية جو ني با دارجون. داكو وغادي هنايا ندير لا بخوميييغ فراز غادي نكتبها هي. يا أنا عندي اختيار، يا إما ندير لي زيكسبرسيون تيكونوا في رأس الجملة أو اللي كيكونوا في الوسط ديال الجملة. أنا واحد القضية غادي ننصحكم بها إلا بتبعوني فيها. الا نتوما لا كوز عندكم، مثلا عندكم لا كوز هي في راس الجمله بحال مثلا دابا الجمله اللي فيها لا كوز هي هادي. الا انت عندك في وسط الجمله من الاحسن استعمل لي زيكسبرسيون تيكونوا في وسط الجمله بحال هادو باش ما تعذبوش انكم تحطوا غير هنا في الوسط والجمله صحيحه. اما اللي فيكم باغي يجتهد مزيان ممكن يدير دوك تيكونوا هادو اللي تيكونوا في راس الجمله، ولكن الا درتيهم راه لا كوز ها هي فين كاينه. يعني خاصك تدي الجمله لي فا لا كوز هي الاولانيه وتدير معاها ديال لي زيكسبرسيون اللي كاينين في راس الجمله. الوغ انا اللي كنوصيكم عليه هو من الاحسن الا كانت لا كوز هي رقم جوج، من الاحسن استعملوا معاها لي زيكسبرسيون تيكونوا في وسط الجمله. اما الا قريتي الجمل الاخرين ولقيتي بانه لا كوز كاينه هي رقم واحد، دير معاها لي زيكسبرسيون تيكونوا في راس الجمله. حنا غنمشيو على حساباتي هادي، مادام ان لا كوز هي الثانيه غادي نخدموا عليها كالتالي. La première phrase, ma fiche la cause, j'ai renoncé à mon voyage. D'accord? J'ai renoncé à mon voyage. Ou en aïe, on a vu une jumelle de tani, il fait la cause, je n'ai pas d'argent. Ou radin, avant de m'écrire, radin, bidab l'expression, il y a deux fois, il y a une question de flos. Librit, il y a une main dire car, il y a une main dire parce que, il y a une main dire puisque, quand l'homme sera. Ou radin dit maintenant parce que car un autre car je n'ai pas d'argent. Ça fait Moumkin Goulkadalik. J'ai renoncé à mon voyage car je n'ai pas d'argent. J'ai renoncé à mon voyage puisque je n'ai pas d'argent. Ou là parce que je n'ai pas d'argent. Alèche, hé, la journée fait la cause. Yed. Aïe, je voulais faire la cause. Ou la phrase qui exprime la cause. Yed. داكو مثلا انا ستيت انني هادي بغيت نردها انا الاولاني، مثلا بيستعمل في هذه الجمله هادي انا قررت نستعمل مثلا كوم هادي راس الجمله انا بغيت نستعملها وانا كنعرف الجمله اللي فيها لاكوز هي هادي. الوغ شنو خصني ندير هنايا؟
انا كنعرف بانكم كتكون في راس الجمله، ماشي مشكل، غادي نديركم في راس الجمله، ولكن ما غاديش نستعملها مع هاد لا بروميير فراز. لا، حيت هادي ما فيهاش لا كوز. فين كاينه لا كوز؟ كاينه في الجمله الثانيه. الاش غندير؟ غادي نجيب هاد الجمله اللي كانت الثانيه غنقلبها غنردها هي الاولانيه، وغادي نقول كوم جو ني با دارجون، داكور، وغندير فيرغول. J'ai renoncé à mon voyage. فهمنا؟ يعني ماذا؟ ماشي صافي حيت قلنا لكم بانه ليكسبرسيون ديال لا كوز كتكون هي في راس الجمله وتقدر تحطها في راس الجمله صافي، وتقدر تجي تحطها معاها. لا، اختاريتي انك تحطها في راس الجمله، فين هي الجمله اللي فيها لا كوز؟ فين هي؟ هي رقم 2 غتقلب الجمل، غتمشي تديها مع ليكسبرسيون ديال لا كوز ديالها، وهادي غديرها هنايا. داكشي باش نقول لكم انايا، من الاحسن الا كانت الجمله اللي فيها لا كوز هي رقم 2، من الاحسن خليها بلاصتها ما تحركهاش، واستعمل معاها لي زيكسبرسيون تيكونوا في الوسط اللي غيجيو بلاصه ديك النقطه اللي كاينه بيناتهم. صافي، شوفوا شنو 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 الا كان شي مشكل. كار لا، وسهل صراحة، هذا سهل الدرس هذا. دابا نمشيو نشوفوا الجملة الثانية. الجملة الثانية هي il frissonne، هادي il frissonne، il a de la fièvre. شنو المعنى ديالها؟ يرتعش به الحرارة، فيه السخانة. إذا شنو بان لكم نتومايا؟ فين كاينة الجملة اللي فيها السبب؟ هي رقم 2. علاش هاد السيد كيرتعش؟ لانه يعني في السخانه الحراره. المهم، الو اذا لاكوز كاينه هي هادي. الو مادا ان كاينه في الوسط، شنو ندير؟ بلا ما نستعمل كوم فيكو، شوفوا ما تستعملوهاش الا ما فرضوها عليكم هنايا هاد القضيه، انتبهوا ليها. راه مثلا دابا نعطيكم واحد اكسبرسيون، دابا واحد الجمله تشوفوها، بعدا نصوبوا هادي، نصوبوها il frissonne. لا فراز بي، alors il frissonne. وكيف ما قلت لكم الجمله اللي فيها لا كوز هي رقم 2، اذا بلا ما نسد راسي ندير ديك في كوم، دائما قلبوا على النقاط، ما تحاولوش انكم تضيعوهم. درنا كار في لا بروميير فراز، هذه مثلا غندير فيها باسكو، باسكو كاين غندير ابوستروف، وي باسكيلا، وغادي ندير هكا باسكيلا دو لا فيفر، باسكيلا دو لا فيفر. صافي، الوغ هادي هنا ممكن ندير حتى il frissonne car il a de la fièvre، il frissonne puisqu'il a de la fièvre، داكور. ونعاود نقول لكم انت لا كوز هي هادي، هادي الجمله اللي فيها لا كوز مزيانه، بغيتي دير معاها كوم قلب الجمل، وغتقول كوم il a de la fièvre il frissonne. صافي، انا شفت لكم واحد القضيه خاصكم تردوا لها البال، وتعرفوا في الامتحان الجاوي بارفوا اش تيقول لك؟ تيقول لك remplace، مثلا تيقول لك remplace هاد parce que par comme، تيقول لك دير بلاصتها كوم مثلا. اش كيوقع؟ كاينين تلامد راه داك الاستاذ او المفتش اللي حط الامتحان راه ما حطلكوش نقطه واحد فابور، لا، راه ملي قال لك دير parce que بلاصتها كوم الا عنده واحد الهدف، بيعرفك واش غتقلب الجمله ولا لا. راه سهله نقبط، سهله نحيد هادي وندير بلاصتها كوم، ونخرج فرحانه للامتحان، نقولها صوتها ونقول il frissonne comme il a de la fièvre. نو، راه داك الاستاذ ما حطلك هادكم، هادي قال لك بدل باسكو ولا كار بكم، الا بيختبرك واش انت عارف تقلب الجمل، واش كتعرف بان اصلا كوم كتكون في راس الجمله. الوغ شنو خصنا نديرو هنايا؟ الا عطاني مثلا باسكو ولا كار، قال لي دير بلاصتها، شنو هو السؤال؟ تيقول لك غير يكري، يعني عاود كتب الجمله اون رومبلاسون، وباش نبدلو باسكو بار كوم. شنو غدير نتايا؟ اول حاجه غتقول مع راسك كوم كتكون في راس الجمله، غنحطها هي الاولانيه، داكور، وديجا بحال اللي عاونك راه عطاك الجمله فين كاينه لاكوز. هنا كوم هي الاولانيه، وغنشوف الجمله اللي نشوف الجمله اللي تابعه لها باسكو، الجمله اللي كتبع لها باسكو اين هي في نظركم؟ واش الاولى ولا الثانيه؟ الثانيه. وغنقول مع راسي ها فين كاينه لاكوز، وغادي نقول كوم الى دو لا فيفر il frissonne. ملي كتكون ليكسبرسيون في راس الجمله، ملي كتسالي مع لا بروميير فراس كديرو فاصله. صافي،
هذه جيسبر انكم تكونوا فهمتوها. نشوف لي كومونتير شنو عندنا. المتفائله بالله لا بنتي ما كيتصرفوش كيبقاو هما هما. بسمه امل لا الا واخا ما تحيديهاش ماشي مشكل ما تعتبروهاش خطا غير نتوما ردوا لها البال شويه صافي غير ردوا البال شويه فيها. نمشيو دابا نشوفوا نشوفوا دابا لا فراز سي نشوفوا لا فراز سي اللي هي هيا La phrase c'est le bétail meurt, la sécheresse se prolonge. شنو لو بيتاي لو بيتاي وين المواشي والدجاج وكل شيء داكشي كلشي يعني المواشي تموت لا سيشريس سو برولونج يعني الجفاف ينتشر. اذا لماذا تموت هذه المواشي؟ لان الجفاف ينتشر. اذا فين كاينه لا كوز؟ كاينه في الجمله الثانيه داكو. وغادي نجي كيف ما قلت لكم نقلبوا على السهله لو بيتاي مير داكو. درنا في الاولى كار والثانيه باسكو ندير هنا بويسكو بويسكو انا ما غنحيدش او حيت ما عنديش ايل ما عنديش داك لا فوايل بويسكو لا سيشريس سو برولونج داكو. ممكن دير حتى كار ممكن دير كذلك باسكو. وكيف ما قلت لكم الا نتوما بغيتو مثلا ديرو كوم ولا فيكو اش غادي ديروا؟ غتقلبوا الجمل في كو وتبداو بهذه الاولانيه في كو لا سيشريس سو برولونج فيرغول لو بيتاي مور كوم لا سيشريس سو برولونج فيرغول لو بيتاي مور صافي. نشوفوا دابا لا فراز دي il tremble هيا il tremble il a peur يرتعش إنه خائف. إذن اش بان لكم ما هو سبب الارتعاش ديالو؟ هو الخوف. إذن السبب هو إلى بير. وغادي ندير نخلي الجملة كما هي ونكتب إل ترامبل داكوغ. وغادي ندير درت كار درت كار ولا بويسكو ولا باغسكو بحال بحال كار إلى بير. كيف ما قلت لكم امتحان حاولوا أنكم تقلبوا على أبسط الحلول باش تجيبوا النقاط ما تحاولوش تقلبوا على المشاكل. مثلا انا نسيت ندير كوم نفس الجمله بغيت انا ندير مثلا كوم في نفس الجمله الو ملي مثلا درت كوم غادي نقلب الجمل ها في كاينه لا كوز هي هادي وغادي نقول كوم الى بير فيغول il tremble صافي. واش كاين شي مشكل الو لحد الاسان وي وي المعنى ضروري خصك بنتي تعرفيه بسمه امل ضروري باش تعرفي تصاوبي الجمل داكوغ حيت الا ما عرفتيش سميتو بارفو حتى في امتحان الموحد واخا ما تي شوفوا ما تيحكروش راه اغلبيه الاوقات احنا اللي كنصحوا الامتحانات اغلبيه الاوقات التمرين اللي كيتعطى في هذا الدرس هذا دائما تيحطوا لا كوز هي رقم 2 ولكن ماشي دائما المهم ركزوا صافي حاولوا حاولوا راه كيتا حتى الجمل تيكونوا ساهلين. الاسئله ان شاء الله رجاء الاسئله ان شاء الله راه غادي ما حدنا كنديروا الموحدات الا وغتعرفي ان شاء الله كل شيء صافي. نشوفوا دابا لا فراز دي لا فراز لا لا فراز او لا فراز او عندنا فين هي هي مون فرير اي تيميد il parle peu اخي خجول يتكلم قليلا. اذا اش بان لكم هنايا لا كوز اللي كاينه هنا ما كايناش في لا بروميير لا دوزيام فراز كاينه في لا بروميير فراز. ها فين كاينه لا كوز؟ علاش خويا تيهضر غير شويه قليل؟ لانه حشومي. وغادي نقول مادام انه الجمله اللي فيها لا كوز هي رقم واحد نستغل الفرصه ونحطها نحط معاها لي زيكسبرسيون ديال راس الجمله. علاش؟ حيت الا درتها هي الوسطانيه غادي يوقعوا لي تغييرات اخرين. الوغ غادي نقول هنايا في كو مون فرير ونحيد لا ما
majuscule, vu que mon frère est timide, il parle peu. D'accord? Mais l'ahsan, fin ma kant la cause. فين ما كانت الجمله اللي فيها لا كوز نمشي معاها كانت في راس الجمله نحط معاها لي زيكسبرسيون ديال راس الجمله كانت في الوسط نحط معاها لي زيكسبرسيون ديال البساط وانتهينا هنا ممكن ندير في كو كوم ندير بويسك ندير كذلك اتوندو كو ايتون دوني كو كاع دوك تيكونوا في الوسط صافي جيسبر انكم تكونوا فهمتوا دابا نمشيو للدرس ديال لا كونسيكونس يعني النتيجه الدرس ديال لا كونسيكونس توا نفس الطريقة عندنا دي فراز داكوغ غادي نحاولو نصاوبوهم المتفائلة بالله لا بنتي ما درتش الدروس في اللايف ما درتهمش درتهم في جروب واتساب ان شاء الله واخا كوني هاني قطرتنا دا غيبقى اللايف مسجل شكرا بسمة امل بنتي بارك الله فيك دابا نشوفو لا كونسيكونس La conséquence, on a d'abord un nouvel télécom. D'abord, on cherche le chauffeur. Je dois dire non, la conséquence. Alors, on a là. D'accord, je suis écrit. Ma fille m'a écrit. Mais je me suis mouvage. Alors, la conséquence, on a dit nous cherchons. La première phrase. Lui a dit, tu as beaucoup travaillé de sorte que tu vas réussir. Alors, on a là. La phrase, lui fait la conséquence. Il y a la comme juge. Où je tiens, tu me l'as dit. Tu me l'as tenu. بضغمه العينين كاع لا كونسيكونس لي زيكسبرسيون ديالها تيكونوا وسط الجمله وكاع الجمل اللي غنلقاو هنا كلهم كاينين في رقم جوج ما عمرك تلقى شي جمله ديال لا كونسيكونس هي رقم جوج هي رقم واحد طاردون وغادي نديرو في لا بروميير فراز هي دو سورت كو tu vas réussir d'accord l'expression اللي عندنا هي De sorte que. La première phrase. La deuxième phrase. Etna, il n'a pas pris. Je crois. Il n'a pas pris de repos, si bien qu'il est fatigué. D'accord? Alors, l'expression, je me l'ai fait à la conséquence, il y a si bien qu'il est fatigué. Si bien. Il est fatigué. Si bien qu'il est fatigué, il y a l'expression de la conséquence. Pardon, la phrase ou l'expression il y a si bien que. Alors, tout le monde a dit je n'ai pas fait l'opposition de dit. Alors, tu as vu ma yamzé. Kéline, plein de l'idiome de vous, c'est un fort ou le quête de l'émouche qu'il a. كليهم غونبلاص واحد كليهم غتغونبلاصي واحد ليكسبرسيون ديال لا كونسيكونس غتعاود تكتبو نفس الجمله ولكن هذيك ليكسبرسيون ديال لا كونسيكونس اللي مكتوبه في الورقه غتحيدوها وديرو بلاصتها وحده اخرى اغلبيه حطوا ليا كتبوا ليا غير هادي بيان كو ونبهتهم ليها كليهم انتبهوا راه بيان كو بوحدها ما كايناش سي راه ماشي لا كونسيكونس راه لوبوزيسيون لا كونسيسيون تنتوما ردوا البال المساله هادي راه نهار الامتحان اش كيوقع لكم خلط الافكار وخلط لي زيكسبرسيون كيبقاو يتغلطوا لكم دابو سي بيان كو راه ديال لا كونسيكونس او بيان كو بوحدها راه ديال لوبوزيسيون ماشي نتاع الدرس اذا ردوا البال ليها هادي سي بيان كو هي ديال لا كونسيكونس داكوغ نمشيو دابا للتمرين 3 بلوتو لا فراز 3 جو ني با اونتوندو لو ريفيل دو فاسون كو جيتي اون روتار بينا نبداوها من دو فاسون كو دو فاسون كو جيتي اون روتار هادي لا فراز ديال لا كونسيكونس ليكسبرسيون هي دو فاسون كو لا فراز 4 لا فراز 4 Il y avait des problèmes techniques au point que nous avons dû arrêter la transmission en direct du match. Alors l'expression de la conséquence est au point que, mais au point que, nous avons écrit tel que le jumel. Alors maintenant, je vais vous montrer comment il a écrit. Voilà, tu connais les points.
Alors, au point que, quand tu vois au point que, Benaya, au point que nous avons, Ratkot, tu vois, a dit, tel match. Du coup, là, la phrase dit la conséquence. Ou l'expression dit la conséquence, il y a au point que. Voilà, je vous d'abord. Ou chez Chimzien. صافي مزيان مزيان ديروا معايا باش تعرفوا راسكم شنو صافي alors دابا نشوفوا لا فراز هادي 4 نشوفوا لا فراز 5 لا فراز 5 elle est très petite si bien qu'elle ne peut pas sortir seule avec ses amis الجمله راه باينه باديه من si bien que si bien qu'elle ne peut pas sortir. Alors, moi, je vais comme là. Ses amis. Ça fait. Ou radin dire l'expression d'Yelna, la conséquence, il y a si bien que. D'accord? Je vais dire la comme ça. Je vais la comme ça. Elle est très petite, si bien. Pardon. Là, ça fait. Ah, c'est une hulia. Elle dit la comme ça. C'est une hulia. La comme ça, elle dit la l'erreur. D'abord, on chauffe le com. La comme ça, on douche à l'air. T'es très folle, je suis là. Nous, elle dit la comme ça. D'abord, on chauffe la comme ça. Il y avait une grande baisse du nombre de touristes cet été, à tel point que plusieurs hôtels étaient fermés. Alors, on a eu la BNH, tout. On voulait le cadre. Elle dit ça. باش تعرف تجبد ليا لا فراز ولا اكسبرسيون ما غاديش نتناقش معكم خصنا نكونوا حافظين الو ليكسبرس لا فراز ديالنا ديال لا كونسيكونس بدا ديال من اتيل بوين اتيل بوين ك بليزيور ما نكتبهاش بيان سور كاملها بليزيور حتى فيرمي داكور ليكسبرسيون ديال لا كونسيكونس هي اتيل point que هذا بالنسبه للتمرين الاول في لا كونسيكونس صافي مزيان لا ماشي تال بوين كو نانا حنان باردون ماشي تال بوين كو تال بوين كو ما كايناش تال بوين اسميتو تال بوين ضروري خاصها تكون صافي دابا نشوفو التمرين الثاني في لا كونسيكونس التمرين الثاني في لا كونسيكونس راه هو اللي فيه داك الجدول داك نص الجدول لا دابا صافي سالينا غنشوف دابا التمرين الثاني اللي هو فيه املاء الفراغ هذا نتمنى تكونوا صحيتوا راكم صحيت لكم السبوره وانتم باقي ما صحيتوا حتى شي حاجه شنو دابا التمرين الثاني حتى هو في املاء الفراغ وهذا صراحه ستنسال ا ب س د ا الوغ بالنسبه للتمرين هادو لاحظتوا بانه ماشي بحال لاكوز هذا ماشي بحال لاكوز ديال لاكوز مره كتلقى الفراغ في القدام مره في الوسط الوغ كو هذا كلشي في الوسط يعني ماذا يعني لا زيكسبرسيون اللي غنستعمل في هذا الدرس هذا كله تيكونوا في الوسط الوغ لا بروميير فراز عندنا يلي مالاد يلي مالاد هنا ممكن نقول سي بيان كو كاع لي زيكسبرسيون لي شتو سي بيان كو ولا سي بيان كي الا حيت كاينه اسمتو يا إما نقول سي بيان كيل يا إما دو سورت كيل دو فاسون كيل دو مانيير كيل سي بوركوا فوالا بوركوا بار كونسيكون اون كونسيكونس كاع لي زيكسبرسيون ديال لا كونسيكونس اللي قريت معاكم في لا فيديو كلهم يقدروا يداروا هنايا الا هاد تيلمو هادي معاك اوسي معاك هادو هادو مجموعينش صافي هادو عندهم استعمال ديالهم بوحدهم خاص الجمله الثانيه
B. Elle est triste. Elle est triste. Elle commence à pleurer. نفس الشيء حتى غنديرو فيها اللي بغينا يا اما سي بيان كو يا اما دو فاسون كو يا اما دو سورت كو اللي درتوها صحيحه كلهم اللي قلت لكم قبيله دو فاسون وغادي ندير كال كلهم الا هاد الجوج هادو لا فراز سي سو ساك اي هنا ردوا البال سو ساك اي لاحظتوا بانه كاين عندكم جوج ديال الفراغات فراغ فراغ اذا شنو هي ليكسبرسيون اللي غنستعملو هنايا كاينين جوج هما اللي كاينين هما هادو يا اما دير ليا سو ساك اي سي لوغ راه كنت مكتوبه لوغ سو ساك اي سي لوغ ولا سو ساك اي تيلمون غتكون هنايا بلاصه سي وندير كو Et il m'a dit, ce sac est si lourd que je ne peux pas le déplacer. Ou là, ce sac est tellement lourd que je ne peux pas le déplacer. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Mais je ne peux pas dire que je veux dire que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Je veux dire les expressions. Mais je veux dire. Ça fait? Alors, la phrase D. Le repas est délicieux. Les enfants ont léché les assiettes. Et là, je veux dire que je veux de façon que de manière que voilà pourquoi les درت راه القضيه الله يخليكم هادو باش تردوا لهم البال في تم الامتحان من الاحسن ما تستعملوهمش هادي الوغ دونك هادو انا ما كنوريكمش تستعملوهم علاش لانه واخا هما ديال لا كونسيكونس ما كيجوش بزاف مع الجملة ديال لا كونسيكونس اغلبيه الاوقات كيجيو ثقيل في الجمله اللهم الاحسن استعمل هادو اللي زوينين معروفين واللي خفاف Alors, voilà pourquoi, c'est pourquoi la chica qui est écrite comme vous voyez, donc il est hado, même si c'est terminé en fin de journée hado. Nimshiou, la phrase E. Il fait chaud, matala, nkadrangoulo, de manière que, si bien que, de façon que, nkadrangoulo, aïe, hdafion. Il l'a, tellement, aussi là, même si je n'goulo. Ça va? Adabin sebel tmri, tani. J'espère que vous avez compris comme ça, hé? D'accord. Basmat Amel, qu'est-ce la concession? La concession, Hind, oui, tellement que, bada, tellement que, kaina mjmoua, walakin l'ahsan blach ma tmchouch li hadik tellement que mjmoua, l'ahsan dir hadik li mfrouq ahsan, w hadik ana kanṣhak hadik tellement que, hawli annaki ma tstamelch la mfrouḍouhach alik, d'accord? La concession, hada rah la concession w dars درس بنتي درس كنا شفناه لا كونسيسيون كيفاش كتكتب هاد الدرس هذا وفيه المعنى تاعي ضد جوج الافكار تيكونوا متناقضين مثلا احمد اي بيتي سون فرير اي غران يعني داك كبير وداك صغير هذا كيتسوى واحد ضد داكور هذا كتسدي لا كونسيسيون داكور نشوفو افضل من سي بيان كو كيفاش افضل نتيجه لا ماشي النتيجه لا كونسيسيون ماشي هي النتيجه لا كونسيسيون لا كونسيكونس وي ما سمعتكش ما قريتش مزيان شنو كتبتي سمحي لي وي لا كونسيكونس هي النتيجه وي سي بيان كو من الاحسن هي احسن اغلبيه الاوقات كتستعمل هي اللي كيستعملها الناس بزاف ولكن نتوما حفظوا كل شيء استاذ في الدرس تاع لي سوبوردوني هي لا التناقض وي هنا هي بسمه امل في الدرس ديال السيبوردوني راه هذا درس اصلا ديال السيبوردوني دو كونسيكونس ولكن حنايا هنايا في هذا الدرس نتاع لا كونسيكونس حنا ما تنقراوش غير لي سيبوردوني كنقراو لي سيبوردوني لي كووردوني داك لي كووردونون باردون ماشي لي سيبوردون لي سيبوردوني لي سيبوردونون هما الادوات لا سيبوردون اما لا سيبوردوني هي الجمله كنقراو لي سيبوردونون لي كووردونون لي بريبوزيسيون فغادي نبقى نقول لكم هادي سيبوردونون هادي كووردونون كنضطر انني نجمع كل شيء ونقول اكسبرسيون عباره اللي ممكن تستعمليها في اي جمله كيف ما كانت صافي وي راه لا دوسي هي راه ما قالتليناش لا كونسيك لا كونسيسيون انا قرات مقداش سي لا كونسيكونس هي النتيجه داكور نمشيو دابا نشوفو التمرين الاخر اللي هو رقم 3 التمرين رقم 3 Relis les deux phrases suivantes de manière à exprimer la conséquence.
D'accord. La première phrase. Le gâteau est délicieux. J'en prends un autre morceau. كيف ما درنا في لا كوز حتى هنايا كنقلبوا على الجمله اللي هي فيها لا كونسيكونس. شنو المعنى في الجمله الاولى؟ هذا الغاتو يعني لذيذ جدا. هذا نوع من الغاتو لذيذ. الجمله الثانيه جون برون ان اوتر موسو. اخذت انا ما ندوش عليها العربيه ديالي. اخذت شنو هي موسو؟ قطعه اخرى من هذا من هذه الحلوى. اذا النتيجه نتاع هذا بلوتو هذا الغاتو ديليسيو يعني لذيذ. شنو هي النتيجه اللي وقعت؟ انه كلت في الاول وعاود خديت مورسو اخر. اذا النتيجه هي جون برون ان اوتر مورسو. وغنكتب الجمله هنايا لا بروميير لو غاتو اي ديليسيو. وغادي نكمل مثلا نقدر نقول سي بيان كو J'en prends un autre morceau. Hnaya ممكن نقول سي بيان كو. نقدر نقول tellement ماشي tellement كو. نقول مثلا de sorte que de façon que كلشي نقدر نستعملو الا tellement كو. الا بغيت نستعمل tellement كو خصني نرد البال. الا بغيت نستعملها كيفاش غندير ليها؟ خصني نقلب على الجمله الاولانيه اللي ما فيهاش لا كوز. هذه ما فيهاش لا كونسيكونس. هذه الجمله اللي فيها لا كونسيكونس هي هذه سي بيان كو جون برون ان اوتر مورسو. باش نستعمل انا مثلا نحف تيلمون بلس ادجيكتيف بلس كو خصني نشوف لا فراز اللي ما فيهاش لا كونسيكونس الاولانيه واش فيها ان ادجيكتيف. ها هو الادجيكتيف. اذا كان عاد غادي ندير تيلمون وندير هنايا كو وغنقول لو غاتو اي تيلمون ديليسيو كو جون برون ان اوتر مورسو. وانا من الاحسن ما كنصحكمش تتغامروا حيت كاين اللي ما كيعرفش يجبد لادجيكتيف. ما كيعرفش فين كاين. ما كيعرفش واش ادجيكتيف ولا سميتو. اللهم الا عرفتي غير فين كاينه لا فراز اللي فيها لا كونسيكونس عرفتي فين كاينه صافي دير قبل منها اكسبرسيون وهني راسك. كاين بارفوا ردوا البال مثلا الا كانت الجمله اللي فيها لا كونسيكونس هي رقم واحد. الا كانت هي الاولانيه عدى بعد الجمله داكور خصكم تقلبوا الجمل. علاش؟ حيت كاع لي زيكسبرسيون ديال لا كونسيكونس تيكونوا في الوسط. ما يمكنش تدري انا الجمله واخا تلقى مثلا هنايا عطاوك هذه مثلا هذه عطاوك هذه الجمله هذه جون برون ان اوتر مورسو لو غاتو اي ديليسيو مثلا. وقال لك في السؤال اكسبريم لا كونسيكونس عبر على لا كونسيكونس. اول حاجه انت كتقرا الجمله كتحاول تفهمها وكتقلب على الجمله اللي فيها لا كونسيكونس. فين هي الجمله اللي فيها لا كونسيكونس؟ هي هذه لقيتها هي الاولانيه داكور. وانت كتعرف بانه لا كونسيكونس لي زيكسبرسيون ديال لا كونسيكونس ما تيكونوش في الاول تيكونوا في الوسط. اذا شنو خصني ندير هنايا؟ غادي نقلب الجمل باش نصاوب الجمله ديالتي وغادي ندير لو غاتو اي ديليسيو داكور. غنقلبهم طب لانه لا كونسيكونس هي رقم واحد رجع هي رقم جوج. وغندير مثلا سي بوركوا جون برون ان اوتر مورسو. لاحظتوا بانه هنا ما عندكش الاختيار بحال لاكوز. لاكوز عندك الاختيار. الا كانت الجمله ديال لاكوز هي الاولانيه ممكن تقلبها تردها الثانيه ولكن تستعمل معها لي زيكسبرسيون تيكونوا في الوسط وهكذا. اما لا كونسيكونس لا كونسيكونس كاع لي زيكسبرسيون اللي شتي حتى الان كلهم تيكونوا في الوسط. يعني ماذا؟ يعني ملي كتكون الجمله ديال لا كونسيكونس هي رقم واحد كتقلب الجمل وكتدخل عاد كتدخل اكسبرسيون ديال لا كونسيكونس داكور. دونك اوكار وداكشي نو. دونك كما قلت لك من الاحسن في لا كونسيكونس ما تستعمليهاش كار. لا استعمليها ديال لا كوز هادي زوينه كاع احسن وخفيفه. ما بيش ندير اسي نو
اصلا ما بغيتش نديرها لكم حيت اصلا الا استعملتيها راه فيها مشكل وما كتحطش في الموحد. اصلا بنتي الا استعملتيها راه خصك تستعملي معاها الا كانت نو با في الجمله كتحيديها، والا ما كانش نو با كتضيفيها وكتصرفي لو فيرب في لو سوبجونكتيف. حنا هنا في الدرس كنحاولوا نقلبوا على داكشي الساهل ماشي داكشي الصعيب. ماشي مشكله بنتي بسمه امل، راه عانيه هانيه انا هي صحيت لك قبيله غير حيت انا في ما قريتش الميساج مزيان، راه ما كاين حتى شي مشكل. لا بنتي متفائله بالله ما تكتبيش يا بنتي الوغ، من الاحسن ما تكتبيهاش حيت راه كما قلت لكم راه بارفو في لا كونسيكونس ما كتجيش مع الجمله، واخا ديال لا كونسيكونس ما تجيش مع الجمله. صافي نمشيو دابا لا فراز بي. Tu m'as menti, je ne peux pas te croire. Yani, كذبتي عليا, je ne peux pas te croire. Mais je باقي نتيقك. إذن, فين كاينه la conséquence? الواحد ملي تيكذب, شنو هي النتيجة؟ هو أن التاه ما كيبقى كيتيقو. Alors, la phrase اللي فيها la conséquence هي رقم جوج. وغنكتب la première phrase بدون أي تغيير. Tu m'as menti. وستي اي اكسبرسيون ديال لا كونسيكونس مثلا مثلا نتوما راه درتوها صحيحه من غير تيلمون كو ومن غير سي كو كلشي صحيح الا الوغ دونك عفاكم ما تسبقوش ديروها. الوغ مثلا tu m'as menti مثلا par conséquent هادو تا مره كتخطئوا راه عندكم تغلطوا فيهم حيت كاينه par conséquent وكاينه en conséquence. الا شفتوا راسكم غتغلطوا فيهم اللهم الاحسن ما تتفاداوهم كاع. Tu m'as menti, par conséquent, je ne peux pas. Je ne peux pas te croire. La phrase c'est. Cet homme est bavard, il ne sait pas garder un secret. Galiga sidi hadr rajil tartar, yani titlaq lhadra. Il ne sait pas garder un secret. Ma ki'arfch ykhzen ay sir fmo. Idan هاد الراجل بافا. اذا شنو هي النتيجه؟ هو انه ما تيحفظش الاسرار. اذا النتيجه هي انه سي با غاردي ان سيكري. لحد الان كاع هاد الجمله اللي شفنا لا كونسيكونس هي رقم جوج. وغادي نقول سي توم اي بافا يعني ترتر فيها في يعني ترتر اللي كيهضر بزاف او شي واحد اللي غير كيبدا يهضر كيطلق كلشي عطى شي سر مشي تيخلع. الوغ سي توم اي بافا مثلا او بوين كو انا اللي قلت لكم راه كلشي صحيح عندكم اي حاجه درتوها صحيح. اللي دار ليا مثلا ديك تيلمون كو ماشي مشكل ديروها صحيحه مزيانه ولكن غديرها هنا سيت اوم اي تيلمون بافار كو سيت اوم اي سي بافار كو داكوغ. انا كنحاول نمشي داكشي الساهل الوغ اي تيلمون بافار كيل وغنحيد او لان كاينه اب كاينه ايل qu'il ne sait pas garder un secret. D'accord? Je vais d'abord la phrase C. La phrase D. La phrase D. Nous sommes heureux, nous ne pouvons pas dormir. Nous ne pouvons pas dormir. Il n'y a même pas de nuit. Moi, je n'ai pas de nuit. Je n'ai pas de nuit. Donc, cette nétige, pourquoi nous n'avons pas de nuit? Parce que nous sommes heureux. Donc, le sujet de nous, nous sommes heureux. Alors, la nétige de la nuit, c'est que nous n'avons pas de nuit. Et nous avons toujours remarqué que la dernière phrase a la conséquence de la dernière. Et nous allons dire, nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Maintenant, si bien que. Alors, la bêtise est là. Est-ce que Jésus n'a fait ce mouton? Si bien que. Nous. Nous ne pouvons. Nous pouvons. Si bien, nous ne pouvons pas dormir. البنت اللي قالت لي على اسي بور كو الوغ انا نعطيك واحد المثال وردي البال ليها مزيان وانتم غتشوفوا.
الا بانت لكم سهله استعملوها. انا ما كنخدمهاش في القسم مع التلاميذ حيت ما عمرني شفتها في شي امتحان موحل، ما كتحطش لان فريمون فريمون صعيبه. انا ندير لكم مع الجمله هادي. الو ها هي كاين واحد الاكسبرسيون سميتها اسي بلس ادجكتيف بلس بور كو، وكيتبعها لو طون اللي كيتبعها هو لو سوبجونكتيف. يعني اول حاجه هنايا انت كفا كونسيكونس غادي مرتاحه، ولكن من تستي انك تستعملي هذه خاصكم تحملوا مسؤوليتكم فيها. الوغ اول حاجه ها هي الجمله اللي غنخدموا عليها نو سوم، وغادي نقبض الجمله ديالتي نو سوم، وغادي نحاول نشوف بحال بحال تالمو، هي بحال بحال تالمو بلس ادجكتيف بلس كو، ولكن هذا كاين هضره اخرى نو سوم داكوغ، وغندخل اسي نو سوم اسي اوغو Nous sommes assez heureux. Nous sommes assez heureux, pardon, heureux pour que. Yani, radin dirait que l'adjectif liquide indique la première phrase du message la cause. Ranhas robin assez ou bien pour que. Nous sommes assez heureux pour que. On rassemble le verbe, les rites verbes. Dire jumla, dire la conséquence, rassemble le subjonctif. Voilà, quel qu'il y de la négation. Pour que nous. On va dire puissions, pour que nous puissions dormir. Ah, je suis là. Alors, Naya, je donne là. Alors, c'est Julia. C'est Julia, ben, c'est pas la connexion. Mchat Lia, plutôt marche, on a le flash, mcha ou la smito, le mouhim. هنايا لاحظتوا بانه هو لو فيرب صرفناه في لو سوبجونكتيف. اول حاجه احيدنا نو با، يعني هذه من الاحسن ما تستعملش لان غتخلق لكم مشكل. داكو ها ممكن نكتبوا كما قلت لك. لا استاذ واش ضروري نفهموا الجمله؟ بنتي دوسي ضروري تفهمي الجمله باش تعرفي شنو تخدمي فيها. داكو ضروري من الاحسن. واش تقولي لينا اش عطاونا في اطار المرجعي؟ الاطار المرجعي بنتي عطاوكم الدرس ديال، كاين الدرس ديال لا كوز لا كونسيكونس لو بوت لا لوبوزيسيون لا كونسيسيون لا كوردينياسيون لو شون ليكسيكال كاين السيدي عاوتاني ريزوني ا بارتير دون هيبوتيز لا كونسيسيون دون لو ريزونمون. شوفي بنتي حنا دابا راه كنخدموا هاد الدروس تاع الاطار المرجعي، ما تخافي ولا بقيتي كتبع معنا في لي لايف راه غادي كلهم نخدموهم صافي. ان شاء الله بنتي ان شاء الله تلاقاو مع شي اساتذه اللي غادي يقدروا يقراو لكم الاسئله ان شاء الله، واخا شويه كاينه المسؤوليه. فيسيون فيسيون لو فيرب بوفوار بصرف لو سوبجونكتيف. تقطع اللايف ما فهمتش انا علاش تقطع عليا، واقيلا واش الكونيكسيون مشات ليا وعاودت رجعات. داكو اي هند نو سوم تيلمون اورو كو نو نو بوفون با دورمير صافي. دابا غنمشيو لو بوت، دابا غنمشيو للدرس ديال لو بوت. الدرس ديال لو بوت عندنا ليكزارسيس 1 في لو بوت داكوغ، غنمشيو لهذا ديال املاء الفراغ. الوغ كيفاش غنتعاملوا معاه؟ كومبليت با لي زيكسبرسيون دو بوت كي كونفيان. انتبهوا مزيان معايا، الدرس ديال لو بوت الفراغ اللي تيكون ماشي غير نجي نحط فيه، الا لاحظتوا كنا شفنا دي زيكسبرسيون ديال لو بوت اللي كيتبعهم لانفينيتيف، وشفنا des expressions ديال لو بوت اللي كيتبعهم لو سوبجونكتيف. كاع دوك اللي فيهم كو في الاخر كيتبعهم سوبجونكتيف، واللي فيهم دو او ا في الاخر كيتبعهم لانفينيتيف. اذا كيفاش غنعمر املاء الفراغ؟ كيفاش غادي ندير؟ اول حاجه غادي نمشي للفراغ ديالي
داكوغ وغادي نشوف اشنو فيه نشوف اش تابعو نشوف هذا الاخراني هذا هو اللي غيحكم ليا هنا مثلا لو فيرب كونستروير مصرف ما مصرف كاع في الاصل ديال فلانفينيتيف اذا هذا عطاني الجواب ديريكت مادام ان هذا لو فيرب فلانفينيتيف اذا غنستعمل لي زيكسبرسيون اللي كنا شفنا ديال لو بوت ديال لانفينيتيف ماشي اللي فيهم كو يعني دوك اللي فيهم دو او دوك اللي فيهم ا وهنايا لا بروميير فراز غنقدر ندير فيها يا اما بور هذه ما فيهاش دو يا اما افان دو يا اما ان سول فان de ya ima de manière a hado koulhom dial la la le but de façon a wala hatou bina les expressions dial le but had jouj hado la kaynin f la conséquence d'accord walakin ma kaynish f la conséquence ma kaynish de façon a de manière a f la conséquence kayna de manière que de façon que walakin bach naqdar nferq bin de manière que dial le but ou de manière que dial la conséquence c'est là de manière que dial le but qui t'va le subjonctif ou de manière que dial la conséquence qui t'va l'indicatif et le verbe ma kaykonch msarraf le subjonctif alors نقدر نقول pour afin de à seule fin de manière à de façon à dans l'espoir de dans l'espoir de gadou le fait deux hadi بالنسبه la première phrase نشوفوا دابا لا دوزيام فراز دائما داك اللي من ورا الفراغ هو اللي كيعطيني الجواب لا دوزيام فراز نشوفوا هذه اي اشنو كاين من ورا الفراغ كاين ايل ليكزامين لاحظتوا لو فيرب اكزامينا مصرف ها هو راه مصرف لو سوبجونكتيف واخا كيبان لكم بحال بريزون اذا بيسك لو فيرب مصرف يعني ما غنستعملش هذوك اللي فيهم دو غنستعمل دوك اللي فيهم كو صافي كما قلت لكم الا كان في الانفينيتيف كنستعمل دوك اللي فيهم دو واذا كان هكا مصرف كنستعمل اللي فيهم كو بحالاش بحال بور كو افان هما نفسهم ولكن غير هادو هادي فيها دو هادي غتكون فيها كو افان كو صافي اد بور كو افان دو افان كو اسول فان دو اسول فان كو de manière à ce que, ou là, de manière que, de façon que, dans l'espoir de, dans l'espoir que. Nefsoum, renaudoum, ou alakin, makinash de, kadiblasta, que. Je vous, la phrase, c'est. La phrase, c'est. Alors, la phrase, c'est. Edna, les élèves révisent leur leçon, ou le falar li tabi'ou, ou a. réussir لاحظتوا لو فيرب في الاصل ديالو يعني ما مصرفش لانفينيتيف الوغ منين تيكون لانفينيتيف اذا اش بان لكم غنستعملوا لي زيكسبرسيون هادو هما اللي غنستعمل في السي غنعاود نستعمل بوغ افان دو كاع اللي فيهم دو او هادو اللي فيهم ا داكوغ نمشي دابا لا فراز في الفراز الفراز دي الفراز دي الفراز دي هاي الفراز دي شنو فيها في الاخر دائما شوف داك اللي من مورا الفراغ il soit هانتوما بان لكم لو فيرب ما كاين حتى شي فيرب في الانفينيتيف لو فيرب اللي تابع ايل مصرف هذا لو فيرب اتر او سوبجونكتيف اذا غنستعمل لي زيكسبرسيون اللي فيهم كو وغادي ندير بور كو دو مانيير كو كاع اللي فيهم كو بدون استثناء داكوغ وغادي نمشيو لاخر جمله اخر جمله اللي هي لو فولور ne puisse pas s'enfuir لاحظتوا لو فولور ماشي فيرب سي ان سوجي اش تابعو بويس مصرف لو فيرب هذا ها لو فيرب عندك صحاب واش هذا لو فيرب ديالها ها هو لو فيرب بوفوار
هو بويس مصرف إذن مصرف للسبجونكتيف إذن غنستعمل كاع دوك اللي فيهم كو pour que de manière que de façon que afin que etc كلشي صافي دابا نمشيو للتمرين ديال لو بوك اللي هو رقم جوج شو التمرين جوج داكوغ هنا اش قالك اسيدي قالك اكسبريم لو بوت فهاد التمرين رقم جوج كاع الجمل ديال لو بوت ماشي بحال لا كوز ماشي بحال لا كونسيكونس ما كنقلبوش عليهم فين كاينين كلهم تيكونوا رقم جوج اوتوماتيكمون بتغماض العينين رقم جوج هي لو بوت لا ما بقى تفكر في شي حاجه اخرى ولكن كيف ما قلت لكم داك النهار ردوا البال هاد التمرين هذا الا كتسهل حاجه اخرى خاص ترد ليها البال هاد الدرس هذا بالضبط خاصك قبل ما تستعمل ليا مع رقم لاحظتوا كاينين لي زيكسبرسيون تيكونوا مع الانفينيتيف وكاينين لي زيكسبرسيون تيكونوا مع السوبجونكتيف داكوغ هادو كيتستعملوا ديال الانفينيتيف الا عندك لو ميم سوجي نفس لو سوجي نفس الفاعل في لا بروميير لا دوزيام فراز الا كان نفسو كنستعمل لي زيكسبرسيون اللي فيهم في الاخر دو ولا ا اما الا كان لو سوجي مختلف الفاعل مختلف في لا بروميير فراز ماشي هو اللي كاين في لا دوزيام فراز هنا غنستعمل لي زيكسبرسيون اللي فيهم كو اللي كيتبعوهم لو سوبجونكتيف داكوغ الوغ هنا اول حاجه قبل ما نبدا نخدم على الجمله نركز معها كيف ما قلت لكم الحاجه اللي سهله هو انه هذا التمرين الجمله الثانيه ديال لو بوت الوغ الجمله ديال لو بوت هي رقم جوج يعني ما لقاش مشكل هنايا الوغ قبل ما نخدم على شنو خصني ندير خصني نقلب على لي سوجي نشوف لا بروميير فراز ونشوف لا دوزيام فراز لا بروميير فراز لو سوجي هو نو لا دوزيام فراز لو سوجي هو نو اذا لاحظتوا بانه لو ميم سوجي نفس الفاعل اذا هنا عاد غنحدد بانه لي زيكسبرسيون اللي غنستعمل وسط الجمله اللي غيكونوا بين جوج فهاد بوسط هاد النقطه هادي يعني لي زيكسبرسيون اللي كيتبعوهم لانفينيتيف نعاود الا كان عندك لو سوجي اللي كاين هنا هو اللي كاين هنايا اذا خاصك تستعمل لي زيكسبرسيون تيكونوا مع لانفينيتيف مع لانفينيتيف وغنحطهم الوسط واش غندير لا بروميير فراز غادي نكتبها كيف ما هي ما غتبدلش نو زافون اي بارلي دو لارجون وغادي نكتب نو زافون ايبارني دو لارجون داكوغ اول حاجه باش نعطيكم باش تشوفوا لا دوزيام فراز هي نو فولون كونستروير نو فولون construire un centre de langue hein d'abord faites comme nous le comme qui fait alors là qui fait mettre les comme la phrase li fiha le but fait tamrin daima li raqm juj hadi li fiha le but علاش كندير قبل ما نبدا نخدم عليها اول حاجه كنقلب على لي سوجي كنشوف لا بروميير فراز ها هو لو سوجي ديالها الاولاني لا دوزيام فراز ها هو لو سوجي اش لاحظتوا هنايا لو ميم سوجي نفس لو سوجي الوغ مادام انه نفس لو سوجي اذا غنستعمل لي زيكسبرسيون لي كيتبعوهم لانفينيتيف اللي هما بحالاش بحال بوغ بحال داك اللي فيهم ديك افان دو اللي فيهم دو ايتترا داكوغ هما لي غنستعمل الوغ كيفاش الطريقه غنخدم هاد الجمله هادي غادي نمشي وندير لا بروميير فراز نكتبها كيف ما هي نو زافون ايبارني دو لارجون داكوغ نكتبها كيف ما هي حيت ما عندي هاديك ما عندي ما نبدل فيها لا بروميير فراز ما كتقيسوهاش ولكن اش كنمشي ندير الجمله الثانيه مادام ان هذا هو بحال واحد غادي نضرب عليه فيهم اين هو ديال الجمله الثانيه لانه الاول تي غومبلاسي ديجا بلاصتو جا كنضرب على هاد نو ما غنخليش وكما قلت لكم في القاعده الا عندكم لو فيرب فولوار في الجمله الثانيه حتى هو كنضربو عليه لانه تيجي ثقيل في الجمله وانايا الجمله خاص يكون مع الانفينيتيف ديجا لو فيرب كونستروير مصرف في الانفينيتيف وغادي نقول
nous avons épargné de l'argent. On utilise l'expression مثلا انا بغيت ندير pour غادي ندير pour ونتبع لا لو فار construire. Normalement حنا خصنا نديرو خصنا هاد vouloir voulant نردو في الانفينيتيف vouloir هذا هو الاصل خصنا نديرو ولكن الجمله ثقيله ما غاديش نقولو nous avons épargné de l'argent pour vouloir construire un centre de l'enquête je ثقيله لهذا فين ما كان عندكم لو فار vouloir في الجمله الثانيه سواء كان عندكم لو ميم سوجي او سوجي مختلف دائما كتحيد وهذاك اللي من مورا هو اللي كيتصرف الا كان في الانفينيتيف ها هو مقدم عندنا ما نبدلو فيه اما الا مطلوب منك تصرفو كتصرفو pour construire un centre de langue كملت بالحمار سمحوا ليا un centre de langue صافي هذه لا بروميير فراز يا اما نقولو pour construire ou la afin de construire de manière à de façon à l'écriture c'est vrai que nous tabouons l'infinitif je vous d'abord le jumla b je vous le jumla b Edna il fait des choses D'accord. Jumla tania, chacun est content. Chacun est content. Hnaya, lahtou jumla chnou fiha. Chofou awel haja, kif ma klikoum, la phrase li fiha le but y est dit, daiman automatiquement. Ghadi awel daba ghani chni ghanqlib ala les sujets, nchouf la première phrase haya, le sujet ta'a wa il. La deuxième phrase, le sujet wa chacun. Lahtou ماشي لو ميم سوجي ماشي نفس لو سوجي مختلفين مادام انهم مختلفين اذا غنستعمل لي زيكسبرسيون اللي كيتبعو لو سوبجونكتيف اللي كيف اللي تيكون فيهم في الاخر كو وكيف ما قلت لكم ما غنقيسش لا بروميير فراز غادي نكتب il fait des choses نخليها كما هي ما نقيسهاش وغنستعمل اكسبرسيون ديال لو بوت اللي بغيت انا مثلا نقول afin que D'accord. وما ننساش بانه لو فيرب غير يتصرف هاد لو سوجي الثاني ما غنحيدوش لانه ماشي بحالو هذا بوحدو غنخلي لو سوجي ديالي afin que chacun وغنقلب لو فيرب غنرد ليه البال لانه كاين فيكم اللي كيدخل ليكسبرسيون مزيان ولكن كينسى ما كيصرف لو فيرب être au subjonctif وغنقول خاصكم تكونوا حافظينو afin que chacun soit content صافي هذه بالنسبه لا فراز بي دابا غنشوفوا لا فراز سي لا فراز سي je vais au marché je veux acheter je veux acheter des légumes. D'accord? Aïe, le jumla. Alors, qui m'a dit comme d'aïman la phrase de faire le but, il y a comme juge. Je veux acheter des légumes. A dit le but. Aoul, amel yérandir, ou an kalib, elle a le sujet. A la première phrase, le sujet yéra. A la deuxième phrase, le sujet ta. Rien n'est le même sujet. Idem, mnin le même sujet. Yanné rastemmen, les expressions de kitibéro. L'infinitif, les fermes 2 ou la A. Les fermes 2 ou la A. Je vais aller à la caméra. Que tu peux oublier. Ça fait, Radine, mais puisqu'elle a le même sujet, il reste même. Les expressions qui sont l'infinitif. Qu'est-ce que je vais vous dire? La première phrase, je vais vous dire que je vais vous dire que je vais dire je vais au marché. Vous allez dire que les expressions de l'infinitif, les fermes 2, les fermes 1, les fermes 2, maintenant vous allez dire afin de. Afin de. Ou le sujet de la première phrase, vous allez dire d'accord? Vous allez dire que je vais vous dire que le verbe veut. Le verbe veut acheter compte, c'est le verbe vouloir. On va dire, non, tout l'infinitif. Et tabou, 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 deux, deux, l'infinitif. Afin de vouloir
acheter des légumes. Alors là, tonaya, il achète le jumla. Mais il va les combien d'euros afin de vouloir acheter, je trie la chouïa. Je n'ai pas besoin d'euro. Je vais vous vouloir, qui fait que vous avez fait le cas. Et vous allez faire le jumla. Et vous allez dire, je vais au marché afin, vous allez dire, vous allez dire, afin d'acheter des légumes. Ça fait? Je vous d'abord la phrase D. La phrase D. Il travaille. Il veut réussir. Il travaille, il veut réussir. Alors, il m'a dit que la phrase qui fait le but, il a dit. D'accord? Il y a déjà qu'il y a. Il y a les sujets. À la première phrase de chez Tara, deuxième. Alors, c'est le même sujet. Neuf sujets. Alors, madame, il y a neuf sujets. Et on va utiliser les expressions qui sont avec le but. Pardon, avec deux ou la A. Par exemple, on va dire que le mot est un message. On va dire qu'il travaille. On va utiliser l'expression d'ixtiari librite. Par exemple, dans le but de. Je crois que nous avons dit l'expression à dire. Il y a beaucoup de les expressions dans le but de. Ou on va dire. On va utiliser il. On va utiliser déjà cette jablastra. وكيف ما قلت لكم veut le verbe vouloir دائما كنحيدو الا كان vouloir بوحدو verbe اخر لا وهي كاينه هذه ديجا مصرف معاونا وغادي نقولوا dans le but de réussir d'accord نمشيو دابا لاخر جمله je croyais اخر جمله هي il court point Il veut attraper le train. Il veut attraper le train. Alors, Inaya, je vois que je me gâte. Il veut attraper le train. Bien. Alors, la phrase qui fait le but, il est dit. D'accord? On a déjà. Rappelez-vous, elle a les sujets d'Yali. Moi. C'est le même sujet. Là, on enlève le sujet. Pour un système, les expressions, les tiekonos, mais à l'infinitif, et tout le monde tiekonos, il a le même sujet. La phrase, les mecs, après ça, j'y ai dit, il court. Pour un système, il y a expression, maintenant, à seule fin de, double fin de, à seule fin de, pour un drôle, là, le tani m'a dit, ou qui m'a dit, comme le verbe vouloir, qu'il y a un drôle, Déjà, on dit le verbe m'sarraf m'gad, donc on dit apostrophe, afin, à seule fin d'attraper le train. Voilà, alors j'espère qu'on a compris qu'on a fait tout. C'est-à-dire la cause, la conséquence, le but. On a fait le live d'abord. Hit, vache, on a fait comme ça, on a fait comme ça, on a fait comme ça. وان شاء الله يكون خير ما تخاف والو راه شي راه ساهل غير هو واحد التلميذه كانت قالت لي عفاك استاذه الا كان ممكن تقول لنا في اللايف شنو هما لي طون ديال لا كونجيغازون اللي غنخدموا عليهم اللي خصنا نحفظوهم مرحبا بالنسبه لي طون ديال لا كونجيغازون كيف ما شتي هنايا عندنا نعطيك انايا لو بريزون هذا خصك تكوني حافظه لو بريزون دو لانديكاتيف هذا خصو تحفظ لو باسي كومبوزي حيت عندك في الدرس ديال لا كونديسيون passé composé واش فيها كاين تقريبا راه الكونجيكاسيون كاملو passé composé imparfait le plus que parfait ماشي le plus que parfait le plus que parfait d'accord le passé simple حيت غتشوفوا في لتون دو ريسي هو l'imparfait وحتى في لا كونديسيون كاين le passé simple le conditionnel présent Le conditionnel passé, ok, le futur simple. Oui, c'est dans la conjugaison. Je ne sais pas. Alors, Safi, j'espère que vous avez compris un peu.
ونتلاقاو ان شاء الله غدا مع العشرة في نفس التوقيت مع لا ريفيزيون ديالنا ديال الدروس الاخرين. صافي يلا الله يسر الجميع، ونتمنى نكون ان شاء الله فهمناكم شويه. الله يحفظكم والله ينجحكم ان شاء الله، يوفق الجميع. اوغوفوار.